فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل ذوي الشهيد عادل عنكوش من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المنزل وقامت بتفخيخه ومن ثم تفجيره، وهو ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في بعض المنازل القريبة نتيجة عملية التفجير.